فيهم شكون في البنات دابا اللي غادي تفوز؟ واش مولات الكيكه بالشوكولاط ولا مولات الكيكه بالكريمه الحمراء؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا فيي، اخباركم؟ كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم مع هذا الفيديو في افضل الاحوال وتتبعوه حتى الاخر، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اليوم غادي ندير واحد التحدي بين لطيفه وعائشه، غادي نعطي اليوم يديروا الكيكات ونشوفوا شكون اللي غادي تفوق فيهم وشكون اللي غادي تنجح في التحدي التحضير ديال الكيك، ونشوف شكون اللي غادي تفوق وتنجح في هذا التحدي. وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. المهم انا المقادير اللي حطيت في الطبله، المهم البنات غادي يختاروا اللي بغاو باش يديروا الكيكة. حطيت هنا طحين، البيض، ميزينة، النكهة ديال الليمون، السكر، الخل، الكاكاو، التمر، المهم الخميرات، سميت هادو حبوب الزينة، والزيت، والسكر، والليمون. هادي هما المقادير اللي حطيت. دابا غادي نبدا. يلا البنات بداو. يلا بسم الله على بركة الله. يلا عائشة صبقات الزيت، لطيفة البيض، زيد صافي. لطيفة يا المشاهدين كتحشم. ايه يا سيدي راه تصورت نمشي. المهم لطيفة دارتها بالنكهة ديال الليمون، وعائشة دارتها بالشوكولاط.
كتعرفوا اليوم الثاني من المسابقه اللي درنا اللي درتها للبنات. المهم اليوم غادي يزينوا الكيكات ديالهم. عطيت لهم حبوب الزينه، مايزينا، الحليب، الملون، الكوك، السنيدة، والشوكولات، والكاكاو المور. دابا غادي يبداو البنات. يلا بسم الله، توكلنا على الله. وكذا راه خصكم الكاس باش تعبر. المشاهدين وصلنا للنهاية ديال الفيديو، هاد ديال عائشة وهاد ديال لطيفة. نتمنى تصوبتو عليهم وباش نشوف شكون اللي تفوقات. دابا غنديهم الماء ديال الدار حتى هما يصوبو.